بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحبابي أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسعدني ويشرفني أن أكون ضيفا على أستاذي ومعلمي الأستاذ مصحي عبد العزيز أبو النجا، مدير إدارة الخطة والمتابعة بإدارة الأزهر الشريف المنصورة سابقا، في الحلقة رقم 22 من شرح كتاب غفران الذنوب وتنوير القبور بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم من الباب الثالث، وعنوان حلقتنا هي اليوم الذين غفر الله ذنوبهم وعفى عنهم بسبب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل أستاذنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أنجاه الله من عذاب القبر، رقم 6، بفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ شبلي: كان لي جار انتقل إلى رحمة الله تعالى عز وجل، بعد أيام من وفاته رأيته في المنام، سألته: كيف أصبح أمرك؟ فقال: أيها الشيخ، لقد رأيت المصائب والأهوال العظيمة، خصوصا عندما جاءني الملكان منكر ونكير، وأخذ يسألاني الكثير من الأسئلة، لكني ما أجبتهم لأني فقدت القدرة على الكلام بعد أن عقد لساني. فقلت في نفسي: وويلاه، لماذا هذه العقوبة الكبرى؟ أولم أكن مؤمنا في حياتي؟ أولم أمت مسلما والملكان يشددان علي ويطلبان مني الأجوبة في تلك الساعة العصيبة؟ فجأة جاءني شاب جميل المنظر، زكي الرائحة، وصار حائلا بيني وبين الملكين، وأخذ يلقنني ويعلمني كيف أجيب على الأسئلة. سألت: من ذلك الشاب الجميل؟ قلت له: رحمك الله، من أنت؟ لقد أنقذتني من محنة كبيرة. قال: أنا إنسان خلقت من صلواتك التي كنت تبعثها لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا مأمور أن أكون معك دائما وأساعدك كلما احتجت إلى ذلك، صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على حبيب وسيد محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا الشيخ شبلي، قلنا إن هذا عالم فقيه وصوفي، وأصله أصلا من قرية شبلية بتركيا، ولكنه دفن في بغداد، وتقابل مع الإمام الجنيد رحمه الله في جزء كبير من حياته. يحكي لنا عن الشخص الذي توفى وما لقاه من فتنة القبر، ولكن هنا نجد أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حدث لها تجسيد، يعني العمل الصالح أحيانا يجسد في صورة بشر، وهذا له أصل في كتاب الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء الله لم يكن محضرا هنا في السوء. فكلمة محضرة الخير، لفظ محضرة غير حاضرة. فأنا لما أقول فلان حضر يبقى جاي برغبتي، ولكن محضرة يعني جاي رغم أنفه. فكأن العمل الصالح الذي أنت عملته في حياتك
ونسيته هو مسجل في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يظهره ويقول للملائكة ائتوا بهذا العمل، يأتي مجسدا محضرا، يعني هم كأنه عاملين له ضبط وإحضار. أنت كنت مخفي عن صاحبك كان نسيك، ولكن إحنا هنظهر له اليوم. والله لما جاء إلى الخير قال محضرا، ولما ذكر العمل السوء لم يقل محضرا، لأن الله ستير يحب الستر سبحانه وتعالى، فهو لا يفضح الموحدون بالله سبحانه وتعالى، فما بالك بالمكسرين بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه يا إخوتي أول منزلة لنا في القبر، فهلا فعلنا شيئا نستثمره في آخرتنا ليكون لنا أنسا في وحشتنا إذا مورنا في التراب وبكى علينا الأهل والأحباب، وإذا ما تركونا ونسونا وتقاسموا أموالنا ومتاعنا. إنسان يمشي على الأرض مختالا فخورا بنفسه ومن الناس يغتالا، يفتخر بالشر يأخذ من الخير عدوانا، يمحي الصدق ويثبت للكذب برهانا، يدعي أقواله حكما وحكمه أمثالا، ويبدل القرآن أحاديث والأحاديث قرآنا. لو ذهب إلى القبور ليرى أمواتا لاتعظ من قدرة الله وترجى غفرانا، وليرى أن عظماء صاروا عظاما، وذهب اللحم وصار العزم مكشوفا، وتفتت الجسد وصار العظم منهوشا، وهوت عظام وصار العظم مخلوعا، وكم من تحت قدميك مدفونا ومدفونا، وكم من ميت صار ترابا وترابا. إذا كان الظلم يجني أموالا ويخلق سلطانا، فما شأن الحق إذا كان الحق موجودا؟ الظلم مهما علا فإن له أبوابا، يوجع جانيه توجيعا وتوديعا، ونصيحة لمن لي زملاء وإخوانا، ولمن لهم ابنا وهم لي آباء. طريق الشيطان يبدو للإنسان بستانا، حافل بالورود أم مآخره أشواكا، وما من إنسان حمل ذنوبا وقد ماتا، فكيف له أن يطلب من الله غفرانا؟ ليست السعادة في جمع مال وتظاهر وتفاخر وبناء قصورا، إنما السعادة تجدها في طعم إيمانا، إنما السعادة تجدها في طعم إيمانا. فهل عملنا لأنفسنا في ظلمة القبر ووحشته وفتنة القبر وضمته؟ قيض الله لكم خادما لكم، والحمد لله أخرجت هذا الكتاب غفران الذنوب وتنوير القبور بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وهيأ الله لنا أسبابا لدنة من عنده بترتيب هذا الباب.
على مقتضى حالنا ومآلنا، اللهم تقبل منا. آمين. ومن تصدق على والديه يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. تفضل يا حبيبي. رقم 8. نعم. براءة خلاد بن كثير من النار بفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. قال أبو عبد الله بن النعمان في كتابه مصباح الظلام، وروينا عن خلاد بن كثير بن مسلم أنه لما كان في النزر وجدوا عند رأسه رقعة مكتوب فيها: هذه براءة من النار لخلاد بن كثير. فسألوا عنه ما كان عمله، قال أهله: كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كل جمعة ألف مرة. نعم. يقول: اللهم صل على النبي الأمي محمد. وذكر السيد محمود الكردي في الباقيات الصالحات بعد نقله حكاية خلاد بن كثير باختلاف يسير أن أمه أخبرته أن ولدها محمدا أوصى لها بقوله: إذا مت أنا وسلوني يسقط على كفني من سقف البيت رقعة خضراء مكتوب فيها: هذه براءة محمد العامل بعلمه من النار، وقد أوصاها أن تجلب تلك الرقعة في كفنه، فوضعتها على صدره بعد أن قرأ الرقعة، وكان المكتوب يقرأ من ظاهر الرقعة وباطنها على حد سواء. سبحان الله. قال: فسألت أمي عن عمل والدها، فسألت أمي عن عمل والدها، فقالت: كان أكثر عمله دوام الذكر مع كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يا سلام. إنسان عنده يقين يكتب براءته من النار. وقلنا أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تبرؤك من النفاق ومن النار. ولذلك أنا قلت لغير واحد: إذا توفاني الله في حياتك فخذ هذا الكتاب وضعه في كفني، هو كتاب الاستشفاء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقولها أيضا لأستاذ ومعلمي فضيلة الإمام مصح عبد العزيز أبو النجا: إذا مت في حياتك فضع هذا الكتابين في كفنك. هذه وصية. نعم. وسوف أوصي أولادي بذلك، وأوصي كل المشاهدين أن يتوفان الله سبحانه وتعالى تكتب على صفحتي لأولادي وتذكروهم بأن يضعوا هذين الكتابين في كفني. لا إله إلا الله. فإن خلاد بن كثير وضع براءة ذمة له، ولذلك قال العامل بعلمه: الحمد لله لم تغرنا الدنيا، وهذه أموالكم، وهذا المكتب الذي أستند عليه من مساهماتكم، وهذا الديكور الذي في خلفي ما عدا الشاشة من مساهمتكم، والحمد لله فإنني أعمل بما أعطيتموني وأتمنتوني عليه. اللهم اجعلنا عند حسن ظنك يا رب العالمين. اللهم آمين. عند حسن ظننا بك يا الله أدخلنا الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب. آمين يا رب العالمين. اللهم أدخلنا وكل من ساهم معنا الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب. آمين يا رب العالمين. ولا تنصب لنا ميزانا ولا تكتب لنا ديوانا. آمين يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تفضل. رقم 10. غفر لي ربي وزففت في الجنة بفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. نعم. قال عبد الله بن عبد الحكم: رأيت الشافعي في المنام فقلت: ما فعل الله بك؟
فقال رحمني وغفر لي وزففت إلى الجنة كما تزف العروس إلى زوجها كما تزف العروس إلى زوجها. فقلت له: ما الذي بلغك هذه المنزلة؟ قال: بما في آخر كتاب الرسالة من الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم. فقلت له: وكيف ذلك؟ قال: كتبت وصلى الله على سيدنا محمد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. قال: فلما أصبحت طلبت كتاب الرسالة فوجدت الأمر كما ذكر. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. طبعا جاء خلاص بن بشكوان في القربة وإحياء إحياء علوم الدين للإمام الغزالي ومطالع المسرات بجلاء جلائل الخيرات لمحمد المهدي وبستان الواعظين ورياض السامعين لابن الجوزي وأفضل الصلوات على سيد السادات ليوسف النبهاني. دي مصادر المعلومات، قصة يعني بنحط المصادر الطيبة. يعني أنا بقف هنا فضيلة الإمام إن الشافعي رحمه الله قال رحمني وغفر لي. إذا كان الشافعي قال رحمني وغفر لي معناه أنه كان في مأزق وأنقذه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أكيد. التي كتبها في كتابه. ومن منا يصل إلى علم الشافعي وفقهه الذي كان يراجع الأحاديث النبوية في المنام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان دائما يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه. الشافعي والإمام مالك تفضل من الملح الطريفة بين الإمام الشافعي والإمام مالك. صوت عالي حبيبي الإشجيني بقول لي كده من الأشياء الطيبة من ذكرى الصالحين. مرة من المرات دخل الإمام الشافعي إلى المكان الذي كان يدرس فيه، وكان الإمام مالك كان أستاذ الإمام الشافعي. فأهل السوء حاولوا أن يعملوا يعني يصنعوا وقيعة بين التلميذ وأستاذه، نعم، بين الشافعي ومالك، نعم. فكتبوا على بيت على باب بيت الإمام مالك: من أراد العلم النفيس فعليه بالشافعي بن إدريس. نعم، طبعا هذا تعتبر وقيعة. سبحان الله، دخل الشافعي قبل الإمام مالك وقرأ على باب الحجرة هذا البيت من الشعر: من أراد العلم النفيس فعليه بالشافعي بن إدريس. فبذكائه رضي الله عنه وأرضاه كتب بجوار هذا البيت بيتا آخر وقال: وكيف لا يكون ذلك والشافعي تلميذ مالك. يبقى البيتين على بعض: من أراد العلم النفيس فعليه بالشافعي بن إدريس، وكيف لا يكون ذلك والشافعي تلميذ مالك. فبعد ذلك دخل الإمام مالك وقرأ البيتين على باب الحجر: من أراد العلم النفيس فعليه بالشافعي بن إدريس، وكيف لا يكون ذلك والشافعي تلميذ مالك. فطبعا عرف بذكائه وإخلاصه أن الذي كتب البيت الثاني هو الشافعي تلميذ، فقال له: إيتي يا شافعي. وحضن على كتفيه وربط على كتفه وقال: أنت وعاء من أوعية العلم يا شافعي. نعم، رضي الله عنهما. نعم، تفضل. اللهم صل على سيدنا. ديت يعني العلاقة ما بين الشيخين مالك والشافعي رضي الله عنهما. بشوف الاثنين من أئمة يعني الأئمة المجتهدين، وهما من مصدر من مصادر التشريع الإسلامي.
مصادر التشريع الإسلام الأربعة: القرآن الكريم، والسنة النبوية الشريفة، والأئمة الأربعة، والاجتهاد بالرأي. فما يكون اثنين من مصادر التشريع الإسلامي بهذا المستوى الأخلاقي وهذا العلم، وبعدين يقول ماذا فعل الله بك يا شافعي؟ قال رحمني وغفر لي. ايوه، امال احنا نعمل ايه بقى؟ سبحان الله. طب ايه وزفة في الجنة؟ دي منزلة كبيرة جدا. زفة في الجنة كالعروس. ليه يا ناس؟ منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم غالية قوي. صلى الله عليه وسلم. احنا لسه ما اتكلمناش عن منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الله. صلى الله. لها حلقات طويلة. صلى الله عليه وسلم. منزلة رسول الله عند الله زف الإمام الشافعي كالعروس. بإيه؟ الزفة دي جت من إيه؟ من علمه؟ لا. من رسالة. من صلاته؟ لا. لا إله إلا الله. من فقهه؟ لا. من عمله بعلمه؟ لا. من بإيه؟ بكتابة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب وفي النهاية. وصلى الله على سيدنا محمد. أمال اللي بيعمل كتاب أو يطبع كتاب أو يتبرع بكتاب وكل شوية في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، طول ما الكتاب عايش سواء على النت، سواء من غير نت، سواء في مطار، سواء في إيد أو في إيد غيره، كل ده في ميزان حسناته يوم القيامة. الناس لسه ما لا يفهم إلا العقلون، لا يفهم إلا العقلون. تفضل. النقطة رقم 11. نعم. غفر الله ذنبي وأعطاني ما لا عين رأت بفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. ذكر عن بعض الصالحين أنه قال: كان لي جار نساخ فمات. خطاط يعني. فرأيته في المنام في حالة حسنة، فقلت له: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي على ما كان مني. فقلت له: بما كان ذلك؟ فقال: كنت إذا كتبت اسم النبي صلى الله عليه وسلم صليت عليه صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على سيدنا، فغفر لي بذلك وأعطاني ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فأكثروا من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. وعلى النقيض من ذلك، فيه رجل كان إذا مر باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام كان يتكاسل في أن يصلي عليه، أو حينما كان نسخا أيضا يأتي اسم الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكتب صلى الله عليه وسلم في الورقة أو اللوحة التي أمامه، فأخذت الأكلة يعني السوس تجب في يديه حتى قطعت. الله أكبر، الله أكبر. خلي بالك، دي اسمها جزاء المتهاونون. الصلاة على النبي. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لسه ما جنالهاش. احنا في المبشرات. الله الله. تفضل. خلاص خلص. هنا انتهينا للرابعة. الحمد لله قلنا أربعة. الحقيقة فيه حوالي 20 موقف أو 20 قصة من هذه القصص في غفران الذنوب وتنوير القبور، ولكن إحنا بنتبع طريقة أو مدرسة اسمها مدرسة الجشتالت في علم النفس. الجشتالت يعني إيه؟ عشان أعلمكم لما تيجوا تقرأوا، الناس اللي عندها بتحب البحث العلمي، الجشتالت هي أن تجمع المعلومات المتشابهة في قالب واحد حتى يسهل دراسة الترابط بينها. افتح عليك. ولا تكون عرضة للنسيان. يعني احنا دلوقتي جابنا كلمة الذين غفر الله ذنوبهم، غفر الله ذنوبهم، دورنا عليها، لذلك تلاقي الشيخ نصح يقول ايه؟ رقم 6، لا رقم 10، لا رقم 12، لا رقم كذا. الأرقام مش متسلسلة مثل الكتاب، فنحن
بنجمع زي ما عملنا حلقة المسك الذين فاح المسك من أبدانهم، ورجعنا عملنا حلقة للذين فاح المسك من بيوتهم. فنحن بنجمع بقدر الإمكان المعلومات المتشابهة، نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، على أمل اللقاء بفضل الله وعونه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.